يغلوا على نار هادية، راح أغطي عليهم حتى يستوي تماما. السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. رجعنا لكم فيديو سبق وإني نزلت طريقة حفر الكسة بسرعة باستخدام حفالة التفاح لو تحبوا. اليوم رح نحفر الباذنجان بطريقة سريعة إن شاء الله، تابعوني تشوفوا الطريقة. رح استخدم الحفارة العادية، طبعا أنواع الباذنجان مختلفة، هاي النوعية أنا بفضلها كتير طيبة عن النوعية الثانية الموجودة المتوفرة طبعا عندي. في البداية ما رح أشيل الجزء هذا العلوي الكمة نسميه، في البداية رح أضغط الباذنجان بشكل قوي جدا زي ما أنتوا شايفين، أضغطه حتى كل الحشوة أو الداخلية إنها تقريبا تصير سائلة معاي في إيدي. شايفين طرية، نقارن الحبة هاي الحبة كيف أصبحت، الفرق واضح بيناتهم. رح نشيل الجزء العلوي مباشرة بالحفارة العادية، نشيل في البداية هون زي ما انتم شايفين كله خرج، يعني ممكن تنزلوه المي لما تغسلوها مباشرة كله رح ينزل من المية. هيك أصبحت جاهزة معانا الباذنجان. رح أعيد الكرة كمان مع الباقيات. أصبح زي السائل داخل الباذنجان مباشرة، رح يطلع معانا بدون أي مجهود. هيك جاهز معانا الباذنجان. هيك بكون أسهل عليكم في حفر الباذنجان زي ما انتو شايفين. هيك جاهزوا معاي، رح اغسلهم بالمي الباردة. بامكانكم تضيفوا زي ما حكيت عصير ليمون حتى مع الباذنجان حتى يمتص اي مرار موجود داخل الباذنجان حسب انواع الباذنجان المتوفرة عندكم. رح اغسلهم ونكمل حشوتنا كسا وباذنجان محشي. بالنسبة للحشوة رح اضيف الرز طبعا وزيت الزيتون، انا بالنسبة لزيت الزيتون اساسي، والقليل من زيت النباتي بيعطي لمعة، والملح. انا على المحاشي بستخدم بهار حلو زي ما عملت في الدوال الكسا وورق العنب مع الكسا. رح اضيف الفلفل الاسود. البهارات اللي بتحبوها ممكن تضيفوها للحشوة. خلطت الحشوة، بلشت نحشي زي ما عملنا في الدوال والكسا، مش لازم نحشيها للاخر. وكمان بحفر الكسا اللي استخدمناه ممكن نقطع جزء منه حتى نسكر باب الكساية. رح نبلش بسم الله زي ما انتم شايفين، ولكن لو ضغطت عليها من تحت رح تنزل لهيك، مش لازم نحفرها ونخضها شوي فبتطلع هيك، بتكون حشوتها كفاية. زي ما حكيت نسكر مكاننا جزء من الحشوة. رح اصف الباذنجان في قاع الطنجرة وبعدين الكسا، الباذنجان بتحمل اكتر من الكسا. الباذنجان كذلك رح نبدأ حسب طبعا حجم الباذنجان، حسب حجم الكسا الموجود عندكم، كمية الحشو بالرز طبعا واللحمة حسب اختياركم والذوق. وزي ما عملنا كمان في الكسا ما رح نحشيها كلها، رح يضل هون فراغ لحد هون، لازم نخضها حتى نتأكد انه اخذت كفايتها، ما اخذت كمية زيادة، حتى الرز يتمدد ويستوي براحته، ما حتى يكون مستوي تمام معنا. ممكن نسكر كمان بطاطا بندورة او كمان من حفرة الكسا اللي استخدمناها. رح اصف الباذنجان في قاع الطنجرة وبعدين فوق الكسا حتى بتحمل حرارة اكتر من الكسا. زي ما انتو شايفين هون باقي الحشو اللي عندي ضعته داخل الطنجرة. كسا مع شوربة الخضرة اكيد رح يحب هاي الطريقة. رح اصف الباذنجان زي ما حكيت بتحمل اكتر من الكسا في الطنجرة، وبعدين رح اصف الكسا زي ما انتو شايفين. رح اضيف الكمية الملح اللي بتناسبكم طبعا، تقريبا اضعت ملعقة كبيرة. رح اضيف تمرتهم مي باردة على النار يطلق
تقريبا غمرتهم هيك كويس على النار مباشرة، يكون عالي ولما بلش يغلى على طول ننزل درجة الحرارة. راح ننزل درجة الحرارة، راح أشيل كمان هاي كمان عشان اللحمة أشيلها هيك. بيغلوا على نار هادية، راح أغطي عليهم حتى يستووا. هيك بعد مرور ربع ساعة استوى معي، متأكد من الشوكة زي ما انتم شايفين. عندي هون 4 ملاعق من رب البندورة، طبعا الكمية حسب رغبتكم كيف تحبوا الشوربة تكون خفيفة او لا، احنا بنحبها تقيلة، لهيك راح ازيد كمية رب البندورة زي ما انتم شايفين. راح اخذ قسم من المي الموجودة اللي غليت فيها الكسة حتى يسهل علي ان تذوب. طبعا هاي جزء من الحشو، الكسة عادي مش مشكلة، بالعكس كتير طيبة مع الكسة وشوربة الكسة. نزلها على الكسة، راح أعلي النار عليهم، أحرك رب البندورة مع. طبعا زي ما حكيت الشوربة إذا بتحبوها خفيفة هي حسب رغبتكم، إحنا بنحبها تقيلة زي ما حكيت، مثل تقريبا شوربة البندورة. راح أعلي النار طبعا غلوتين فقط الكسة مع الباذنجان، راح اغطيهم بس غلوتين، بكون هيك معاي الطبخه جاهزه فقط حتى يغلي معاي الرب البندوره مع الميه. فرجيكم القوام واللون حسب الرغبه طبعا زي ما حكيت. بكم تشيلوا الكسة والباذنجان بعدين من الشوربة حتى ما يتفتح معاكم ويتكسر، بإمكانكم كمان تعملوا هيك.